صديقنا سراج قوة وتضحية، جزيرة مغامرات متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج قوة وتضحيات. نحن للخير الحصون نحفظ الحب مسؤول، بالهدى تمضي السنون رمزنا عزم ثبات. نحن للخير الحصون نحفظ الحب مسؤول، بالهدى تمضي السنون رمزنا عزم ثبات. جزيرة مغامرات متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج قوة وتضحيات. لا نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب، إن بسهل أو بغاب غادنا حلو الصفات. لا نبالي بالصعاب جمعنا جمع الصحاب، إن بسهل أو بغاب غادنا حلو الصفات. جزيرة مغامرات متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج قوة وتضحيات. دائما معنا العبر كل شر لا يمر، وإذا الشر ظهر نحن للخير الحمار. دائما معنا العبر كل شر لا يمر، وإذا الشر ظهر نحن للخير الحمار. جزيرة مغامرات. الأيام متشابهة، الطقس نفسه أيضا. ما هذه الجزيرة؟ كل شيء فيها غريب، ما هذا؟ الحمد لله الجميع ساعدون. حسنا، أنا متأكد من أنني أستطيع تزويدك بخصم. أنت ألا تخاف أن يقضى علي؟ لن أقاتله، ولكن أعرف من سيقوم بذلك. أنا سأستخدم طبوش لأحقق حلمي، خطة ممتازة صح؟ اسمعني جيدا يا دراج. ماذا يخطط رجاج الآن؟ أنا هنا. إذن هل أنت الذي تريدني؟ حسنا، من هو الذي ستحداني؟ ها؟ أنا. قل هيا. أنا حاكم الجزيرة، وهذا هو مساعدي المخلص دراج. سأخبر سراج فورا. أتريد أن أبارزه؟ بالطبع لا، لقد وجدت منافسا قويا يتناسب مع نوعية قوتك تماما. واحد، اثنان، ثلاثة، سأقضي على أي منافس. هذا ما أريده، هناك مجموعة من قطاع الطرق يرفضون وجودي لأكون حاكمهم. قائدهم يدعى سراج، إنه قوي ولكنه لا يضاهي قوتك. دعه ينفذ أوامري والآخرين أيضا وسأكافئك. سراج لابد أنه جديد على الساحة، فلم أسمع به من قبل. جيد، ستجدهم هناك مباشرة. كم عددهم؟ خمسة أو ستة، ليس أكثر. سيكون أمرا سهلا، امنعني خمس دقائق. تذكر أن تخبره من الحاكم الآن. قابله رجاج ودراج عند الجسر؟ هذا صحيح، ورجاج كان يرتدي تاجا على رأسه. ماذا؟ تاج؟ ترى ماذا يخطط؟ لا أدري، ولكن أعتقد علينا أن ننتظر طويلا لنكتشف الأمر. مرحبا بك في جزيرتنا. حسنا، إذن أنت سراج. أجل، لماذا؟ لأنني سمعت أنك لا تريد أن تنفذ أوامر الحاكم. أي حاكم؟ هل فسرت لي الأمر؟ من أنت؟ ولماذا أنت هنا؟ أنا طبوش. طبوش ما لا تعرفونني؟ أنت طبوش؟ بطل العالم بالأوزان الثقيلة؟ هذا أنا. لكن لماذا فعلت هذا بنا؟ من أجل الحاكم رجاج. الحاكم رجاج؟ نعم. أتريدون القتال؟
لا لا لا، كفى كفى يا طبوش، شكرا لك، سأقوم أنا بمعاقبتهم لاحقا. شكرا لك يا طبوش. من الآن فصاعدا عليكم أن تنفذوا أوامري، هيا اذهبوا إلى العمل، هيا. ماذا؟ هل جننت يا رجاج؟ احترم نفسك يا سيراج، يكره صديقي الجديد طبوش أي أحد قد يتمادى في حديثهم معي، مفهوم؟ بالطبع، سأستخدم قوتي الجسدية لإقناعه. ابدأ العمل وإلا قضيت عليك. لقد نجحت خطتك فعلا. بالطبع يا دراج، ولكن من الآن فصاعدا عليك أن تناديني بالحاكم، مفهوم؟ نعم مفهوم أيها صديقي العزيز. أقصد آسف أيها الحاكم، لقد نجحت خطته فعلا. مرافق خاص لذلك المراوغ، هذا غير منطقي. من تسكت على هذا، أليس كذلك يا سيراج؟ هذا صحيح، يجب أن نتحد. نعم يجب أن نتحد. سنذهب إلى الشاطئ ونرسل بعض الإشارات، ربما يقومون بشواء بعض اللحم. اذهب واعرف ماذا يفعلون. حسنا سأعود حالا. وهكذا ربما يرى ابن عمي هذه الإشارة. أين ابن عمي؟ انظروا أبوش، ما الذي يحدث هنا؟ انظر أصلاً، من هذا؟ إنه ابن عمي بطوط البطل، إنه أقوى طائر في عائلتنا. أنت تتحدث كثيراً، بدأت أشعر بالملل. إنها الحقيقة، لماذا لا تقيم مباراة ما بينك وبينه؟ حسناً الآن، ولم لا؟ لقد أحضرته للجزيرة وسوف يعود إلى وطنه بدون قارب. سوف نرى. ما المشكلة يا سيراج؟ مباراة واحدة فقط، ألم تسمع للملاكم طبوش؟ بالطبع. إنه يعمل لدى رجاج، أعتقد بأنه قائدنا. أعتقد بأنك ستنجح. بإذن الله سأنجح. لا تعال إلى هنا. هيا هيا فلنبدأ الآن. لا تقلق أيها الحاكم، لن يستطيع أحد التغلب علي إن شاء الله، تعال إلى هنا. جيد، هذه تمارين. بسمة بسمة كلمة ورسمة. أنت أسرع من البرق أيها الرعد الصغير. هل غيرت اسمك أيها الرعد الصغير؟ حسنا، هذا الطعام يبدو شهيًا جدا. البرنامج التالي. ما رأيك يا رجاج أن ننزل للأسفل ونستريح قليلا؟ أنا تعبت. ليس الآن يا دراج، فأنا أريد أن أستمتع بهذه المناظر الجميلة من الأعلى. انظر، سبحان الله. مؤكد، وأعرف لماذا وأنا هنا سأقوم بعمل كل شيء. انظر يا دراج ماذا فعلت، لقد أسقطتني على الأرض. آسف، أنا العب زياد من الجزيرة المجاورة. من أنت؟ أنا من الجزيرة المجاورة، وغادرت جزيرتي منذ يومين فقط يا صغيري بسبب العاصفة. عاصفة؟ حقا؟ وماذا حصل؟
لقد حصلت عاصفة بحرية كانت قوية واخذت الأمواج تغلو وتهبط بقوة، وبسبب ذلك غرقت السفينة كلها، ولكن بفضل الله تعالى أنا نجوت وسبحت للشاطئ. بالمناسبة أنا رجاج وهذا دراج. أهلا بكما، ولأنكما وجدتماني وستساعداني سوف أساعدكما يا صغيران. بالتأكيد، وأصبحنا الآن أصدقاء. أنا لدي مال كثير وسوف أمنحكم بعضا منه. أنت محترم جدا، سنكون أصدقاء بإذن الله. أتذكر يا لميح حين قمنا بزراعة أشجار النخيل؟ لقد نمت ولم نتمكن الآن من رؤية البحر. بالفعل يا صديقي العزيز. انظر ما هذا. هل ترى ما أرى؟ إنه قصر كبير، لنذهب ونرى. هيا. ادخل. هل وجدت كنزا يا رجاج؟ لا، لقد ورثت. كل هذا؟ نعم، ان هذا الشخص صديق لعمي رحمه الله، ولقد جاء بالاموال كلها الي. انا صديق عمه واحضرت له النقود. ماذا؟ صديق عمي رجاج؟ ما شاء الله، ارث كبير. نعم لميع، رجاج اصبح ثريا. ماذا تقول يا سراج؟ ارفع صوتك فأنا أريد أن أسمعك. يجب أن تسلم الآن، أنا الحاكم هنا، مفهوم؟ وسوف تصبحون جميعا تحت أمري، واضح؟ تحت إمرتك؟ ماذا يجري؟ إن القصر يهتز، إن كل شيء يهتز هنا من حولنا. لنخرج من هنا. تحرك يا سفارة، القطرة ينهار، لنخرج جميعا من هنا. سينهدم قصري. لا، لنحذر الآخرين. لقد خسرت قصري وأنت جالس تأكل هنا، ما بك؟ العم زياد شخصية لطيفة، لقد لقن رجاج درسا لن ينساه. أجل، ربما يكون العم زياد طيب. طيب جدا، وربما يحب الفكاهة أيضا. هؤلاء صغار فعلا طيبون، لقد أحببتهم. كان هذا اليوم مرهقا. لقد لقن ذلك الرجل رجاج درسا وانهدم قصره هكذا. هكذا. يجب أن نفعل شيئا ما. أجل، لكن ماذا؟ أولا يجب أن نبحث عن رجاج، ثم نعرف كيف نحضره إلى هنا. ماذا حل بي؟ ساعدني يا رب. لقد تعبت. ماذا تريد؟ لا أدري، ولكنك كبرت في الحاج. الحمد لله نجوت. ها، إذا أنت هنا. هل اشتركت في ناد رياضي؟ لا، لا تهزأ بي يا سراج. لقد أكل كثيرا وأصيب بالتخمة. شكلك مضحك، أنت فعلت هذا بنفسك؟ لقد غشني أحدهم. من أين جاء؟ تلك قصة طويلة. هل من أحد هنا؟ إن هذا المكان يشعرني بالملل، فأنا لم أكل شيء. أين أنتم؟ هاي، ماذا يفعل هنا؟ لقد جاء الرجل هنا مرة أخرى. يبدو شهيا. سوف ننجح بإذن الله. حسنا، بسرعة، ضع السدادة. جزيرة مغامرات، متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج، قوة وتضحيات. جزيرة مغامرات، متعة مفاجآت، مع صديقنا سراج، قوة وتضحيات. نحن